مساكم الله بالخير، يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير بسام، ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا. اليوم عندنا الكثير والعديد من المواضيع والقصص الجميله اللي نعيشها ونعاصرها في هذه المرحله، وتحكي عن تكاتف واتحادها للبحرين في مواجهه فيروس كورونا. بالتاكيد اليوم كل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبه صحته تهم قياده المملكه. هالأمر نشوفه ونلمسه من خلال الإجراءات اللي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه بإذن الله. بإذن الله أكيد بسام، وأضيف على كلامك أن البحرين ما اهتمت بس في الموجودين على أرض المملكة، اهتمت بعد في أبنائها الموجودين في الخارج، وحرصت على سلامتهم وإجلائهم من المناطق الموبوءة بأسرع وقت. بالتأكيد أيضا البحرين اهتمت وحرصت على توفير المواد الصحية اللازمة والمواد الغذائية اللي نحتاجها لحد من انتشار هذه الفيروس. مشاهدينا خلكم معانا وتابعوا مواضيعنا في حلقة اليوم بعد هالفاصل. نبتدي معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واللي تم عقدها عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشاد سمو رئيس الوزراء بما تضمنه خطاب مملكة البحرين إلى القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز اللي عكس توجيهات جلالة الملك المفدى في وضع استراتيجيات استباقية للتعامل العالمي الأمثل مع مختلف الظروف والمستجدات. بعدها كلف سمو رئيس الوزراء اللجان الوزارية كلهم في اختصاصه بوضع الخطط استعدادا لمرحلة ما بعد الكورونا والتصورات المستقبلية لتعزيز الجاهزية لاستمرار العملية التنموية بذات الكفاءة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصحيا. ثم أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتضحيات الكادر الطبي في الصفوف الأمامية للتصدي لوباء كورونا واستحقاقها للتحية والتقدير لما يقدمونه من بذل وجهد في سبيل الوطن وشعبه وعمل في ظل ضغط ظروف استثنائية. وبمناسبة يوم التمريض العالمي واللي صادف 12 من مايو، أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على جهود الممرضين والممرضات وبالدور المهم اللي يطلعون به في مهنتهم الإنسانية النبيلة في الخط الأمامي للمنظومة الصحية.
وفي خبر آخر، صرحت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم الأستاذ نوال الخاطر أن الوزارة تمكنت في الفصل الدراسي الثاني من تنفيذ 1162 درس من الدروس الافتراضية المركزية للطلبة عن طريق تطبيق مايكروسوفت تيمز، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة. وأوضحت الخاطر أن تفاعل الطلبة في الفصول الافتراضية المركزية بلغ مستويات مرتفعة جداً، والمتوسط اليومي لمشاركات الطلبة في الدروس بلغ 32 ألف مشاركة، وقالت أن بإمكان الطلبة الاستفادة مما يقدمها المعلمون الذين تم اختيارهم بعناية لتدريس المقررات 92 المشمولة في هذا التطبيق. وأيضا ذكرت الأستاذة نوال الخاطر أن الفصول الافتراضية المركزية هي إحدى الأدوات التعليمية اللي فعلتها الوزارة لضمان استدامة العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، إلى جانب البوابة التعليمية والمحتوى التعليمي الرقمي على موقع الوزارة والدروس المتلفزة اللي تم بثها على تلفزيون البحرين ونشرها على حساب الوزارة في اليوتيوب. أكثر من 200 قائد وكشاف بادروا بالتسجيل في منصة التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، واللي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار متكاتفون لأجل سلامة البحرين. صحيح بسام، وهذه طبعا شيء ابدا مو غريب على بنات وابناء البحرين الاوفياء لهذه الارض. وعشان نتكلم اكثر عن هذا الحس الوطني العالي، معنا عبر الهاتف الدكتوره شيخه يوسف الجيب، الوكيل المساعد للخدمات التربويه والانشطه الطلابيه. مساك الله بالخير دكتوره، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. يا هلا، تصبح بالخير والنور اختي رقية واخت بسام، علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والسلامه. يا هلا وسهلا فيك دكتورة، بس لو تكلمينا أكثر عن جهود كشافة البحرين من خلال هذه المشاركة. إيه طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت فكرة المشاركة لجمعية كشافة البحرين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا COVID-19 إيمانا من الأهداف اللي تقوم عليها الحركة التشريعية، من القيام بالواجب نحو الله ثم الوطن، ونساعد الناس في جميع الظروف، لأن المنهج الكشفي يحتوي على بل مكافحة الأمراض الوبائية اللي يندرج تحت نطاق التطبيق المجال الصحي، تدارك الدور التطوعي المهم اللي احنا نركز عليه في مساعدة الناس والمجتمع. المشاركة في هذه الحملة جاءت في المنصة الوطنية للتطوع ودعما للمبادرة الوطنية اللي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمير. وطبعا وصل مثل ما قلت اختي، وصل عدد المتطوعين 200 كشاف قائد. اما بالنسبه حق الوطن، الحمله الوطنيه تحت شعار متكاتفين لاجل سلامه البحرين لدمع المراه والاسره البحرينيه، واللي احنا شاركنا مع المجلس الاعلى للمراه تحت شعار مجتمع واعي، وبينا لهم الدور الوطني والحس الوطني اللي عندنا. قاموا الكشاف بدور ميداني كبير على اساس انه يوصلون المساهمات العينيه من المستلزمات التهلوكيه والصحيه والاحتياجات الضروريه هذا الاسر اللي تعيلها المراه البحرينيه، بالاضافه انهم لمسانده اسر الكوادر الطبيه، راحوا لهم ودوا لهم الهدايا وما هدايا في العامه في الصفوف الاماميه. بدات الحمله مع المجلس من شهر مارس وما زالت مستمره الى يومنا هذا ان شاء الله معهم. نعم دكتورة، طبعا الحملة قدمت مبادرات نوعية قمتوا بها في يعني من خلال هذه الحملة، وتم نشر إرشادات مرئية باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم أيضا مخاطبة فئة ذوي الهمم. حدثينا أكثر عن هذه المبادرة. طبعا بتوجيهات من سعادة الدكتور ماجد العلي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس جمعية كشافة البحرين، نفعل الجانب الإعلامي، ففتحنا المجال لجميع القادة والكشافة أن يساهمون يقدمون الإرشادات والتعليمات العامة باللغتين العربية والإنجليزية للحد من انتشار الوباء. كذلك قدموا لنا مقاطع مرئية تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء في الانستغرام للكشافة أو انستغرام وزارة التربية. كذلك خلينا احنا عندنا فئة ذوي الهمم وهم في كشافة وهم قادة عندنا مشاركين معنا في الفرق الكشفية، فخليناهم هم كذلك أن يقومون يقدمون إرشادات وتعليمات حق زملائهم وحق المجتمع البحريني حق هذه الفئة بلغة الإشارة أو بالترتيل، أو على أساس أن هذول لهم دور كبير، ودائما فعالة الوزير يركز أن يعطيهم أهمية واهتمام على أساس أن يحسون أن لهم قيمة في المجتمع. كذلك نظموا كلهم على أساس أن قدمنا مقاطع مرئية مثل ما قلت لك مثال لاعب
صفحات التواصل الاجتماعي نظمنا حملة تنظيف وتوعية لموظفين وزارة التربية من مجموعة من القادة، وكذلك قمنا بتعقيم جميع إدارات ومباني وزارة التربية والتعليم. نعم، يعني جميلة هذه المبادرات دكتورة اللي قمتوا فيها، لكن احنا بدنا نعرف وياك شنو هي ردود الأفعال على مشاركة كشافة البحرين ضمن الحملة والمبادرات المتنوعة اللي قمتوا فيها؟ شوفي، من طريق مسؤولياتنا احنا كمتطوعين ندعم نجاح مملكة البحرين وايد، وأثبتوا الكشافة مقدراتهم في مواجهة الصعاب وإعطاء المزيد من الصورة المشاركة وإبراز اللحمة الوطنية في أسمى معانيها بين قيادتنا والشعب في جميع الأحوال والظروف والمواقف. وانطلقوا في الامل ان يلبون نداء الواجب على اساس ان منطلق اهداف حركاتنا التشريعيه التطوع لخدمه الوطن وتماشيا مع الوعد القانوني الذي ينص على القيام بالواجب. الجميع اثنى وشكر على جهودهم في هذه الحمله، والكشافه في مملكه البحرين دائما شعارهم كن مستعد، وكان المتطوعين من القاده يعملون بشكل يومي متواصل من الصبح للمساء ما زالوا مستمرين في الحمله والحمد لله. نعم دكتورة، أيضا كانت هناك مشاركة فاعلة لمرشدات البحرين، حدثينا أكثر عن يعني هذه المشاركة ومساهماتهم ويعني وأبرز المبادرات. طبعا إحنا عندنا المرشدات نفذوا مبادرة وايد حلوة اسمها المرشدات تلبي النداء وتؤدي الواجب معا ضد الكورونا. الأهم الأعمال اللي قاموا بها سجلوا فيديوهات وعدوا بوسترات تشجيعية عشان الانضمام حق الملف التطوع في الحملة الوطنية. أنتجوا أفلام وقصص رقمية وكتابية تثقيفية وتوعي الزهرات شاركوا هاي الأطفال المرشدات، وكذلك عندنا الشابات والقائدات، كذلك شاركنا أصحاب ذوي الإعاقات السمعية المقاية وشجعنا الفتاة المرشدات وحثيناهم على الجلوس في البيت من خلال الانستغرام، عندنا انستغرام خاص بالمرشدات، كذلك من خلال مايكروسوفت اللي هو 365 هو باللغة العربية والإنجليزية وبلغة إشارة الصوت. عدوا حقيبة إلكترونية شاملة هذه الأدوات وتطبيقات رقمية تخدم التنمية المستدامة، وقاموا بحملة توعوية مع زملائهم الكشافة بإعداد توزيعات صحية ومعقمات وإرشادات ونصائح هذه الوزارة. أيضا عندهم مبادرة حملة رمضان الخير التاسعة تظل مجتمع واعي بإعداد أدوات صحية ووزعوا على تقريبا على 200 متطوع، بالاضافه الى مبادره بانهم يتموا يصنعون صمامات وقائيه اللي هم يخيطونها البنات والزهرات والقائدات والشابات ويوزعون على المحتاجين، تقريبا 3000 صمام وزعوا. بالاضافه شاركوا على اساس ان الاقليم العربي اللي احنا منضمين اليه للمرشدات شاركوا في ورشات مختلفه عبر على اللقاء عن بعد. ورشة التربية الوطنية، ورشة التوعية حول مخاطر الأمراض، ورشة إدارة الأزمات وسلبيات الواجب العمل. هذه مختصر بما قاموا فيه مرشداتنا. يعني دكتورة أكيد كل اللي قمتوا فيه جهود كبيرة وتشكرون عليها، احنا شاكرين جدا يعني كل ما المعلومات اللي تفضلتي فيها، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله. دكتورة شيخة يوسف الجيب الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية، شكرا جزيلا لك. طبعا يعني الحين بننتقل الى الزميله مريم بوكمال وبرنامج انت في البيت، مساك الله بالخير مريم، تفضلي الكلمه عندك. مساك الله بالنور والسرور بسام ورقيه في استوديو برنامج مجتمع واعي، الف تحيه لكم ولجميع متابعي تلفزيون البحرين. انضم لكم الان في برنامج انت في البيت، مساكم الله بالخير جميعا، مساكم اسره قررت والتزمت وصممت على البقاء في البيت واتبعت كل قرار يحفظ بلدنا وصحة أهلنا، مساكم بلد راهن على شعبه وشعب واعي بالظروف الصعبة يتبع مبدأ التباعد الاجتماعي ومحمل تطبيق مجتمع واعي اللي يمكنه من كسب 1000 دينار في برنامجنا، فخلكم معانا وخلونا نشوف من في البيت. إذن مستعدين معاكم مشاهدينا، وراح نشوف البيت الأول إذا فعلا ملتزم وقاعد في البيت ويستحق الـ1000 دينار ولا لا. خلينا نشوف البيت رقم 1.
تتوقعون برد؟ نو؟ أحب أذكركم مشاهدينا اللي حاب يشارك في البرنامج، ما عليه سوى تحميل تطبيق مجتمع واعي، و اللي مو حاب يشترك في ترخانة للاشتراك أو عدم الاشتراك في البرنامج، علشان اللي مو مستعد ومو حاب يشارك يعطي فرصة للي حاب فعلا يشارك وقاعد وملتزم في البيت. أروح للبيت الثاني. برد ولا لا؟ ما عم برد. خلاص بيت رقم 3. نشوف البيت رقم 3. ليش ما حد قاعد يرد؟ وينكم مداكم تطلعون؟ إذا اتصلنا في البيت رقم 1 ما رد، 2 ما رد، 3 ما رد، نروح للبيت الرابع. كاتب في الستيتس كانت توك واتساب اونلي، اوكي. واتساب ما عندي مشكلة. معقولة؟ احنا نتصل في البيت مرة، وفي هذه الفترة تقدرون تردون تتصلون فيني إذا توكم شفتوا التليفون، بس لا تتصلون لي في الفترة الثانية لأنه ما برد. إذن not answered، بروح أنصك. أروح البيت الخامس. ديكلايند بعد يا ذليل. بيت رقم 6. عاد احنا في فترة برنامج مجتمع واعي، عندهم اعداد وعندهم ضيوف وما نبي نطول عليهم، ردوا علينا خلينا نخلص فترتنا. شنو تبون؟ ليش نسلمها؟ لا. الو. صلى على النبي. الو، السلام عليكم. الو. هلا. السلام عليكم. هلا. نعم. هلا مرحبا. اهلا وسهلا. شيخه معاك مريم ابو كمال من برنامج انت في البيت. اي نعم. يا هلا. يا هلا ومرحبا. مرحبا اختي. اهلا وسهلا. شيخه تعرفيني باسمك؟ نعم نعم. تعرفيني باسمك؟ امنه اويس. يا هلا ومرحبا اختي امنه. امنه. هلا ومرحبا حبيبي. انت في البيت؟ هلا. عندك فرصة تكسبين 1000 دينار يا آمنة إذا أثبتي لي إنك في البيت. أبي أكد لك إن إثبات وجودك في البيت ما يعني إلزامك بتصوير البيت أو اقتحام لخصوصيتك. في حالة رغبتك عدم التصوير أرجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وإرسال اللوكيشن حالا، والخيار عندك. إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي، بس أحولك ببنتي. إيه يلا. بتطلع للشقة وبتروج الرقم. يلا وياكم. رقم الشقة. معاكم. معاكم. الحين راح نشوف اذا امنه. يلا الحين يهلون كلهم، حبيت اصون كلهم.
السبت. يا هلا ومرحبا. يا ربي عاد خلونا نخلص اتصالاتنا. إذن شقة رقم 31. حبيبتي الحين بسكر التليفون، طرشيلي لايف لوكيشن، وهذه هي المعلومات اللي مسجلة في مجتمع واعي. يلا مشكورين، انتظر منكم اللايف لوكيشن. شكرا شكرا لكم. اذا مشاهدينا راح انتظر الان المعلومات من البيت السادس، ياكدون لنا المعلومات وبعدين بنقول لهم اذا فازوا بالألف دينار ولا لا. والحين صار الوقت ان احنا نرجع لزملاء رقية وبسام في برنامج مجتمع واعي. يعطيك العافية مريم. والحين مشاهدينا ننتقل إلى بسام اللي راح نستعرض وياه آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكراً رقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين 11 مايو. أبلغت الحالات القائمة 2997 حالة، أما الحالات المستقرة منها 2993 حالة، فيما يبقى 4 أشخاص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 2152 متعافي. حالات الوفيات حتى اليوم 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. مملكة البحرين أجرت أكثر من 189 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الاثنين في مملكة البحرين رصد 216 حالة جديدة بفيروس كورونا، ومنها 200 وحالة لعمالة وافدة و15 حالة لمخالطين، وتعافي 82 حالة. هذه كل اللي عندي، وعودة لشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا يا رب دوم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. جهود كبيرة تقوم بها وزارة الخارجية في متابعة أوضاع المواطنين الموجودين في الخارج والتنسيق لعمليات الإجلاء من مختلف الدول. يعني أكيد بسام الجهود اللي قاموا فيها العاملين في وزارة الخارجية ما كانت بس جهود دبلوماسية وأنهم بس يساعدون المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، بل كان لهم دور كبير في توفير مختلف الأدوات والمواد الطبية اللي كانوا يحتاجونها أو اللي تحتاجها البحرين لمواجهة فيروس كورونا. بالتأكيد اليوم كل الجهود تتحد والكل يشتغل من أجل دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات قيادتنا الله يحفظهم كانت واضحة جداً بضرورة عمل كل ما يلزم لمواجهة هذا الفيروس وإجلاء كافة المواطنين
في مختلف الدول وإعادتهم لأرض الوطن. عشان نتكلم أكثر حول هذه الجهود اللي قامت بها البحرين لإجراء المواطنين الموجودين في أوروبا، يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو سعادة السيد عبدالله عبداللطيف سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. يا هلا وسهلا فيك ومبارك لك ما تبقى من الشهر سعادة السفير. مبارك ما تبقى من الشهر. وأول شيء ودي أشكركم أستاذ بسام أستاذ رقية وأهنيكم على هالبرنامج فعلا. طبعا مثل ما عرفتوا جهود مملكة البحرين يعني تحت قيادة الرشيدة يعني جلالة الملك هو قائد هذه المسيرة، حط يعني فعلا اليوم حسس المواطن البحريني ان احنا فعلا لا نقل من اي دولة اخرى في تقدمنا وتحضرنا ورعاية مصالح مواطنينا. فعلى سبيل المثال يعني لما تجي توجيهات سامي من جلالة الملك لمخاطبة كل المرضى اللي تموا في ألمانيا اللي ظروفهم الصحية أو العلاجية لم تسمع برجوعهم وتقديم كل العناية، يعني هذا الشيء ترى ما ممكن تصير في دول كثيرة. لما سمو رئيس الوزراء كان في ألمانيا كان يسأل عن المرضى اللي موجودين والمواطنين وأحوالهم ومتابعتهم، الدور اللي قام فيه سمو العهد رئيس فريق البحرين فعلا الناس يعني الكل يفتخر ان فعلا قدرنا نواجه هذه الازمه بشكل متطور جدا. اخذنا كل الاجراءات الوقائيه واهم شيء ان اخذنا البرو اكتف ابروتش مو الاستباقيه، مو على اساس ننتظر ونشوف شو اللي يصير، على هالاساس نشوف اليوم النتائج فعلا شيء يشرف البحرين وأي بحرين ممكن يكون يعني يفتخر فيه. فطبعا مثل ما تفضلتوا احنا مو بس كان دورنا في ألمانيا ان نهتم بمواطنينا وهذه، بل حتى بعض الدول الأوروبية الثانية. طبعا احنا في ألمانيا نغطي 7 دول. أنا تحديدا يعني كان هذه سؤالي سعادة السفير، أن يعني من بداية انتشار فيروس كورونا في أوروبا أكيد كانت لكم خطوات كثيرة، وهذه اللي احنا اليوم نبي نبينه من خلال لقائنا. فنبي نتكلم من البداية شنو أبرز الخطوات اللي اتخذتها السفارة؟ طبعا برشادات من وزير الخارجية ووكيلة الوزارة اللي فعلا قام بدور، تم إرسال بعض الجهود والخطوات الاحترازية اللي ممكن السفارات تقوم بها. فطبعا أول ما قمنا به على أساس نأمن السفارة ومراجعين، فكان في خطوات يعني وزارة الخارجية فعلا فادتنا فيها. قمنا بعدة خطوات، يعني ما ممكن شخص يدخل السفارة من غير ما نشوف درجة حرارته، وحاولنا بقدر الإمكان نقلل عمل البيبر وورك، وصار كل التبادلات اللي ممكن تصير عن بعد عملناهم. أمنا على سبيل المثال حتى موظفينا المحليين إن عدم استخدامهم لمثلا المواصلات العامة، لأنه ممكن تكون صحيح بيئة لتنقل الأمراض هذه. فهذه الخطوات فعلا صارت. بعدين شفنا كم عدد عندنا، طبعا برنامج وجهتي اللي ممكن الناس تسجل فيها، فعلى أساس نعرف فعلا كم عدد البحرينيين اللي موجودين في ألمانيا بالإضافة إلى الدول اللي نغطيها. فتوصلنا بين الطلبة والمواطنين والمرضى كانوا في حدود 120 تقريبا. فبدينا في الحالات اللي يعني الأمور كانت في مثل ما تفضلتي بداية جانوري فبروري كانت الأمور أفضل، بدأت من شهر مارس ضغوط تزيد، لأن الدول هذه بالذات الدول اللي نغطيها صار في إغلاق تام يعني. فمع ذلك يعني إحنا كان عندنا تعاون مع بعض المسؤولين في الخارجية الألمانية اللي فعلا ساعدونا، وبعدين عملنا من ألمانيا مركز لنقل مو بس الدول اللي نغطيها 7، بس حتى من دول أوروبا الثانية. وإحنا اليوم قاعدين الحين عندنا حاليا في مطار فرانكفورت توني أنا مخلص مكالمات، ناس جايبينهم من برازيل، ناس من أمستردام أنا ما نغطيهم يعني. ناس عن طريق هنغاريا عساسيون، وإن شاء الله اليوم بيوصلون. حتى اللي نجيبهم عساس نكون
لأن في رحلة واحدة فقط تي من ألمانيا في الأسبوع. إيه نعم. وجزاهم الله الخير، قال خير إن مخلين هذه الرحلة، لأن عدد المسافرين مو نعم. شيء شجع، بس هذه بعد أكيد بتوجيهات من القيادة ومن سمو العهد يعني في اللجنة التنسيقية، إن على الأقل حتى لو في عدد قليل بس المواطنين رجعون إلى مملكة البحرين والأوضاع فعلا يعني مريحة. طبعا بالإضافة إلى هذه مهم أن نذكر اليوم إحنا مثل ما نحيي الطاقم الطبي اللي عندنا والشرطة والعسكر وانتوا اللي في الصفوف الأمامية، عندنا في ألمانيا أطباء بحرينيين خدمون في الصفوف الأمامية. نعم يعني هذا شيء نتطرق له الموضوع أكثر سعادة السفير. يعني أنت تتكلم اليوم يعني إحنا يعني السفارة فقط ما تغطي يعني حتى الدول الأوروبية المعنية بها السفارة، تتكلم عن أنها يعني قاعدة تقوم بجهود بحيث أنها تدير نقطة يعني نقطة تجمع عالمية خلينا نقول اللي هما للبحرينيين من الخارج. واليوم نتكلم عن يعني أكثر من 4000 مواطن وصلوا بالحمد لله وسلامته، نتحمل لهم بالسلامة طبعا. لكن بنعرف منك سعادة السفير يعني شنو الخطوات اللي اتبعتوها والآليات؟ نتكلم عن 7 دول، نتكلم أيضا عن دول أخرى حضرتك ذكرتها، شنو الطرق والآليات في ظل يعني هذه الأزمة وفي ظل الحظر الشامل اللي كان موجود في أوروبا، شلون عملية النقل صارت؟ احنا مثل ما قلنا في البداية نعم. حسب التوجيهات حاولنا بقدر الإمكان نرجع المواطنين اللي كانوا موجودين في هذه الدول في فترة شهر يناير فبراير، وهذه كانت عملية جيدة. بقى بعض المسافرين اللي صارت فيه صعوبة في الدول اللي هم فيها، فأول شيء تواصلنا معهم نعم. توفير الدعم المادي واللوجستيك لهم. قام طبعا حتى التنسيق مع سفارة الكويت، يعني ودي فعلا يعني احيي سفير الكويت في براغ وسفير الكويت في وارسو اللي كانوا على التعاون معنا، لان عدم وجود السفارة فكان عندنا ناس موجودين في هالدول. فحاولنا بقدر الامكان لان ما في اي طيران لنقلهم، فرتبنا لهم اللي نقدر السكن، وأرسلنا على سبيل المثال ناس إلى دولة ثانية مع الكويتيين، بعدين رجعناهم إلى فرانكفورت وسكنناهم ليلة ورجعناهم. في ناس اضطرينا يعني لأن ما في أي طيران، بالتعاون مع وحتى وزارة الخارجية الألمانية للأمانة كانت يعني متعاونة جدا معنا، جبنا ناس من وارسو من مناطق ثانية إلى وارسو، من وارسو أجرنا لهم سيارات لأن ما نقدر ندخل سيارات السفارة لأن ندشوا خلاص 4 أسبوعين في حجز. نعم. فيبناهم على الحدود، وطبعا نتكلم عن الحدود الألمانية والبولندية، سيارات السفارة واقفة أساس بس يمشون أقل من يعني نص دقيقة بس بس يعبرون الحدود وناخذهم إلى مطار فرانكفورت. وطبعا بالإضافة إلى توفير كل الأشياء اللي خاصة بمواد أقنعة فيتامين سي مواد، وفي رمضان حتى تم نوزع بعض المؤن اللي فعلا الناس تحتاج لها. في عندنا ظروف يعني صعبة أوقات، مثلا حتى بعض المرضى كان عندنا حالة مضطرين نرجع مريضة وتحتاج إلى أكسجين طائرة، تحتاج لها ترتيبات معينة، فكل الأمور الحمد لله يعني تسهلت بدعم مثل ما قلنا من الخارجية والجهات. رحلة علاج هي في رحلة العلاج حالة البداية يعني. طبعا اليوم عندنا مجموعة موجودين وتم يعني أنا شخصيا على تواصل معهم على أساس نتأكد أن أمورهم زينة ونتأكد على أساس أن الوقت اللي لأن لما صارت الأزمة كان في حتى بعض المستشفيات في ألمانيا ما كانت تقبل، يعني صار في الأولوية للألمانيين، فوقفنا مجموعة من البحرينيين اللي كان عندهم مواعيد اللي حالاتهم لا تتطلب ضرورة اللي ممكن ينتظرون أساس ليون، واللي موجودين حاولنا بعد قدر الإمكان إنه ما يصير في تأخير في جدول عملياتهم ولا تأخير في إقامتهم في ألمانيا. فالحمد لله يعني مثل ما قلت والله يعني الخارجية متعاونة كل الإدارات، يعني إن كانت إدارة العمليات إدارة المالية في
تسهيل مهمة. يعني هنا الجميع كان يعني ساعة السفير يشتغل ويعمل يعني بلحمة جميلة جدا يمكن شهدها أبناء البحرين من الداخل ومن الخارج. احنا أكيد مستمرين في الحديث معك، لكن فريق الإعداد تواصل مع الآنسة أمينة العباسي من سفارة مملكة البحرين في برلين، واللي أكدت أن نجاح السفارة يكمن في النهج المدروس في إدارة الأزمات، وأشارت إلى أن دور السفارة في برلين خلال هذا التحدي الصحي والقوانين المطبقة في ألمانيا. خلونا نتابع الفيديو وياكم وراجعين نواصل حديثنا مع سعادة السفير. أي بتعليمات من سعادة السفير، قامت السفارة بالتواصل مع المرضى البحرينيين وعائلاتهم المرافقين للاطمئنان عليهم ومتابعة احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان، فضلا عن تسهيل إجراءات الراغبين منهم في العودة إلى مملكة البحرين. وكانت توجيهات سعادة السفير واضحة، ليس فقط بالتواصل معهم بل أيضا أن لا يكون هناك أي تأخير في الإجراءات التي تخصهم، وبالأخص في الالتزامات المالية مع المستشفيات، وذلك لضمان استكمال علاجهم بأسرع وقت ممكن حتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وكان أيضا من ضمن التحديات التي واجهناها هي في تمديد تأشيرة بعض المرافقين، حيث بسبب هذه الظروف تم إغلاق مكاتب التمديد ومكاتب الأجانب، فقامت السفارة بدورها بإما عن طريق الاتصال المباشر أو بإرسال مندوب من السفارة لتخليص هذه الإجراءات، والحمد لله توفقنا في ذلك. رجعنا لكم ومتواصلين ومستمرين بحديثنا مع سعادة السفير. يعني حضرتك تفضلت بالخطط اللي يعني قمتوا بها في ألمانيا لإجلاء المواطنين، يعني كان صراحة تحدي كبير هو أساسا موضوع اللي هو الإجلاء من بداية مرحلة هذه انتشار الجائحة إلى حد هذا اليوم طبعا، لكن يعني لابد أن يعني هناك أيضا كانت في مجموعة من التحديات والصعوبات اللي مرت عليكم، يعني لو تكلمنا عنها. والله هو دائما في كل يعني أزمة في دائما تحديات، بس احنا كنا نحاول يعني بقدر الإمكان نخلي هذه التحديات، يعني لما نقارن باللي قاعد البحرين تسويها المواطنين هنا بالنسبة لنا كانت يعني أمور سهلة. لما يكون عندك يعني مجموعة على سبيل المثال انت خايف لما يكون عندك تصور رحلة بالأسبوع رحلة واحدة بسم الله الخير، بس هاي بناس يوصل متأخر، فتخاف إنه ممكن تفوت رحلة ويتم عالق أسبوع كامل. بس الحمد لله ما صارت، يعني كان في تعاون حتى إذا في تأخير شوية قال خير، كانت متفاهمة وبعضهم مساكين، يعني كنا نجيبهم ناس من إسبانيا يعني كانوا في ملقا يجون برشلونة،
من برشلونة ألمانيا في بس ساعتين لرحلتهم. نعم. على أساس نلحق يعني. فالحمد لله يعني هذه الأمور قدرنا نتغلب عليها بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المسؤولة في المطار. من الأشياء اللي يعني صعبة في هالظروف طبعاً الأمور تمشي، في ناس مضيعين جوازاتهم. فالعاد يعني المعروف إنه لما تصدر تذكرة مرور لشخص المفروض يسافر مثلاً من ألمانيا يرجع البحرين. نعم. إحنا عندنا ناس اليوم موجودين مثلاً في أمستردام، أساس نيبة لازم نأخذ الموافقات من وزارة الخارجية إن يدخلونه بتذكرة مرور. نعم. ويتم ترانزيت في مطار فرانكفورت ويرجع إلى البحرين. فالحمد لله يعني مثل ما قلت وزارة الخارجية يعني القيادة الرشيدة جلالة الملك سمو رئيس الوزراء سمو العام خلقوا نوع من العلاقة مع هالدول، وهذه ساعدت والله يعني في يعني تفاهم هذه الدول إلى الجهد اللي البحرين قاعد تسويه، ومو بس لمساعد مواطنين لمساعدة كذلك مواطنينهم اللي موجودين على أرض البحرين. فكان في تفاهم بسبب العلاقات اللي موجودة، نتصل يعني في الخارجية ترى والله عندنا هذه وهي تذكر، وإحنا نضمنهم يعني أوقات ممنوع مثلا الناس اللي شو تجيبهم بالسيارة، لأن بعد هاي يقول لك لازم نوديه الحين مو جاي عن طريق الطائرة في المطار ونحطها في منطقة ترانزيت ناس. فالحمد لله يعني هذه الأمور تسهلت. في ناس تصوروا يعني وقت يعني الأزمة في مارس، وإيطاليا كانت يعني في مرحلة صعبة جدا، يعني كنا نشوف الصور اللي يروونها هذه، وعندنا عائلة رحل العلاج ثلاثة جاءوا البحرين جاءوا إلى ابنهم فرانكفورت، وكان لهم رحلة على طيران الإمارات سوري الاتحاد، والاتحاد هاي كانت آخر رحلة بالنسبة لهم. ولغت يعني ترجع أبوظبي بس ما في من أبوظبي إلى البحرين. هنا زين والعائلة موجودة وجايين تعبانين، والله جزاهم الله خير. والبحرينيين يعني والله كانوا يتفهمون في وقتها، حتى يعني الجائحة كانت يعني في البيك في كل الدول، فلا في حتى في المطار فندق ترانزيت ولا، ففي غرفة مصلى اللي حق كل وفيها شاور هذه، وعندنا الكثير خليناهم تحملوا على أساس ناخذ لهم حملة للرحلة اليوم الثاني على قال خير. بس تصور يعني مساكين قعدوا فترة وهم جايين اوريدي يعني من وضع، بس معاهم على أساس بس مرتاحين ما عليه بنتحمل، لأن إحنا راجعين البحر. كنتوا معاهم من البداية أكيد متابعين معاهم ووفرتوا لهم جميع التسهيلات. هي كانت يعني من البداية الجهود واضحة جدا يعني. بسام يعني جهود وزارة الخارجية وجهودكم ساعدت جهود السفارات يعني بالضبط. السفارات تتعاون يعني سفاراتنا نتعاون كل الأمانة كل سفارات البحرينية يعني، وسفاراهم كانوا متعاونين جدا يعني على أساس إنه مثل ما قلت ما في رحلات من إيطاليا، ما في رحلات من إسبانيا، فنشوف الأماكن اللي فيها رحلات نتعاون مع بعض ونرجعهم يعني. ومثل ما قلت يعني لما كنا نطلب أي شيء من الوزارة، وكانت يعني وزير الخارجية معهم ووكيل الشيخ رنا، إن والله لا تقولون لا بوفوا لهم يعني، أوقات تصير أمور تحتاج يعني الجانب اللوجستي والمالي، وفعلا الوزارة تعاونت وقدمت لنا هذه التسهيلات. القوة الدبلوماسية البحرينية أيضا لعبت دور جيد، مو بس شبي يعني بس يمكن إحنا في أكثر من لقاء جمعنا مع يعني يعني أكثر من سفير لنا في يعني الخارج، دائما كانوا يمكن يأكدون على نقطة، كانوا يقولون علاقة البحرين الوثيقة اللي أرسى دعامته جلالة الملك الله يحفظه وقيادتنا الرشيدة سهلت الكثير من الأمور اللي يمكن باقي الدول ما حصلتها. إحنا سعيدين جدا بتواجدك معنا ساعة السفير، ويعني حديثك عن الجهود اللي قمتوا فيها، وحابين نسمع منك كلمة أخيرة توجهها لكل متابعي البرنامج. أنا عندي والله شيء، أول شيء يعني أشكركم في نقطتين مهمين. يعني أول شيء أتمنى فعلا من كل المواطنين لما يروحون إلى أي دولة يعني بس مجرد خبرونا، لأن هاي بيسهل علينا الأمور كثير يعني، خاصة إن يعني التعاون والتواصل معاهم في مو بس في ظل الأزمة يعني، حتى في مساعدتهم في أي يعني أبسط. إحنا دائما نقول يعني لما نشوف عندنا حفلة العيد الوطني بندعو مواطنين نكتشف آخر لحظة في الانتخابات، فهذه مهمة يعني طلب مهم.
وشيء ثاني أبي فعلا يعني رسالة وجهها للي يتشدقون بحقوق الإنسان وكلام يعني البحرين والقيادة الرشيدة يعني جاءت ملك سمو رئيس الوزراء سمو العهد بإدار يعني فريق البحرين أثبتوا أن فعلا اللي قمنا به هذه حقوق الإنسان. يعني تصوروا كل الجهود كل الدول تشيل يعني إن كانت منظمة الصحة العالمية منظمات دولية يعني مسؤولين في ألمانيا. أنا كان عندي لقاء مع نائب برلماني بخصوص يعني خطة الإجلاء. والله يعني بهر أن بحرين دولة بحر الحج قاعدة تسوي. فهذه حقوق الإنسان مو بس يعني فعلا قدرنا أن ترجم حقوق الإنسان بشكل عملي اللي مو بس البحرينيين حتى اللي الوافدين اللي موجودين على أرض البحرين يشكرون عليهم وسفراءهم والسفراء الدول يعني الأوروبية. يمكن مملكة البحرين قد تكون يعني حجما يمكن نقول مملكة صغيرة لكنها كبيرة بإمكانياتها وكبيرة بأبنائها. يعني احنا دائما نشد على هذه النقطة. سعادة السيد عبدالله عبداللطيف سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. شكرا لك. ما قصر. شكرا ما قصر. يعطيكم العافية. جهود كبيرة تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في كل أنحاء العالم من أجل ضمان عودة المواطنين بالسلامة إلى أرض الوطن. نتابع معكم مشاهدينا في هالفقرة مع سفارتنا في تايلاند اللي عملت وما زالت تعمل بكل حرفية لتنفيذ خطط الإجلاء وحصر أعداد المواطنين. راحة مواطنينا في الخارج كانت على رأس أولويات السفارة حيث أنها عملت ليل ونهار للوصول لجميع المواطنين في مملكة تايلاند والتواصل معهم بكل طريقة عشان يطمئنون عليهم ويوصلوا لهم المساعدات في حال حاجتهم لها. فريق الإعداد تواصل مع سعادة السفير أحمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند عشان تعرف أكثر على عمل السفارة خلال هذا التحدي الصحي. خلونا نتابع شنو قال سعادة السفير وراجعين. ذهبت سفارة مملكة البحرين في مملكة تايلاند منذ إعلان وزارة الصحة العامة التايلاندية عن أول حالة مؤكدة مختبرياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في تاريخ 31 يناير 2020. على متابعة الأوضاع الصحية وإرشادات التوعية بالمخاطر والإجراءات العامة المطبقة والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة بشأن التواصل مع المواطنين في الخارج والعمل على حصر أعدادهم ضمن استعدادات وزارة الخارجية للتخطيط لإجلاء المواطنين الراغبين في العودة إلى مملكة البحرين. وقامت السفارة بالعمل على مدار الساعة من أجل التواصل مع المواطنين في المدن المختلفة في مملكة تايلاند وجمهورية الفلبين وجمهورية سنغافورة وجمهورية بنغلاديش الشعبية والاطمئنان على أحوالهم ومدهم بوسائل الاتصال المتاحة بالسفارة في حالات الطوارئ والطلب ولطلب أي مساعدات قد يحتاجونها خاصة. في هذه الظروف الاستثنائية تقطعت السبل بالكثير من المواطنين بسبب الإجراءات والقيود التي تفرضها السلطات المحلية في دول المنطقة وأصبحت تزداد حدة يوما بعد يوم. ومع ذلك استطعنا بحمد الله وبفضل خطة الاستجابة التي قمنا بتطبيقها منذ بداية الأزمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية بمملكة البحرين في الاتصال والتواصل المستمر بأكثر من 90 مواطنا وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم بتوفير متطلباتهم الأساسية والأدوية الطبية والعلاجات وتأمين السكن المناسب لهم. إن جهودنا المتواضعة لا تقتصر على إجلاء المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج فقط، فلن ندخر جهدا في خدمة وطننا العزيز وتسخير كافة ما لدينا من إمكانيات وجهد إنفاذا لتوجيهات القيادة السامية لخدمة المواطن البحريني والحفاظ على سلامته وصحته وتقديم الرعاية اللازمة على أكمل وجه. وسنحمل هذه المسؤولية وسنكرس جهودنا في خدمة الوطن والمواطن وندعو الله في هذا الشهر المبارك أن يدفع عنا وعن بلادنا البلاء والوباء وأن يحفظ سبحانه وتعالى مملكة البحرين ملكا وقيادة وشعبا.
في إطار إجراءات وزارة الداخلية تعزيز التدابير الوقائية المعمول بها ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، تعمل كوادر الإدارة العامة للحراسات على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال قيامها بمهامها في حماية المؤسسات الحكومية والهيئات والعديد من مرافق المملكة. نعم بسام، وعشان تكلم أكثر عن دور الإدارة العامة للحراسات بوزارة الداخلية يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو العقيد فيصل محسن العرجاني مدير إدارة الحراسات العامة. يعني مساك الله بالخير، أكيد مبارك لك ما تبقى من الشهر. الله يبارك. أكيد يعني خلال هذه الفترة يمكن هي فترة استثنائية وفيها العديد من التحديات، ولكن أكيد في هناك يعني إجراءات احترازية متبعة دائما تسوونها في مواقع اللي تكونوا متواجدين فيها، يا ريت نتكلم عنها. في البداية حب أمسي بالخير على أخواني وأخواتي المشاهدين، وأتقدم لكم بجزيل الشكر على كرم الضيافة، وأشكركم على هذا البرنامج المميز اللي له دور فعال في تأثير على توعية المواطن والمقيم. طبعا الإدارة العامة للحراسات تعمل على مدار 24 ساعة في تأمين وحماية ما يقارب أكثر من 500 موقع من المواقع من وزارات الدولة والهيئات الحكومية والسفارات والهيئات الدبلوماسية، أيضا المحطات الصناعية ومحطات الكهرباء والمياه. تشرف أيضا إدارة العامة للحراسات على اللي نسميهم السكيورتية، اللي هم رجال الأمن المدنيين المتواجدين في المنشآت الحيوية اللي تكاثر فيها الجمهور. إدارة العامة للحراسات هي اللي تشرف على تدريبهم وتطويرهم مثل ما قلنا. طبعا في البداية كانت أول ما أعلنت جمهورية الصين الشعبية عن بداية هذا انتشار هذا الفيروس ورصد أول حالة في مملكة البحرين، الإدارة العامة للحراسات طبعا بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية قامت بتثقيف ودورات ومحاضرات لجميع منسوبي هذه الإدارة على أساس التصدي لعدم انتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى متابعة الحراس في مواقع عملهم، وخاصة موقع عمله هو الواجهة الأمامية للبوابات ودخول المراجعين ودخول الزوار ودخول أيضا المواطنين إلى المحلات هذه، فهناك يكون هناك توعية مستمرة لجميع منسوب الإدارة. بالتأكيد لا شك يعني سعادة العقيد أن يعني تأمين المؤسسات والمرافق الحيوية يعني في هناك يعني إذا جاز التعبير بروتوكولات يتم يعني اتباعها في هذه العملية. كيف تتم عملية التأمين يعني بدقة كافية وشنو التقنيات المستخدمة؟ أستاذي يعني انطلاقا من مبدأ سلامة مرتادي هذه المؤسسات، طبعا إحنا نقوم بتوفير الحماية لوزارات الدولة والمؤسسات الحكومية مثل ما تفضلنا، أيضا المجمعات التجارية اللي يشرف عليها السكيورتية وإحنا نقوم بمتابعتهم بوزارة الداخلية. هناك التأكد من فحص المرتادين بالأجهزة الحرارية اللي موزعة حاليا في جميع المواقع، أيضا التأكد من ارتداء الكمامات والقفازات. الجدير بالذكر اللي حبيت أبينه أن حاليا أغلب إن لم يكن جميع وزارات الدولة اتخذت الخدمات اللي هي عن طريق التواصل الاجتماعي، يعني تقدم خدمة عن طريق الابليكيشن أو عن طريق الانترنت، تقدر أنت تسوي لك تطلب بدل فاقد للبطاقة الذكية، تقدر تجدد جوازك. هذه من وزارة الداخلية. أيضا في باقي الوزارات الدولة اللي البلديات تقدم لك خدمات أيضا عن طريق الهاتف، المحاكم أيضا يعني وصلت أن تقدم خدمات عن طريق الفيديو كول، الاجتماعات اللي تحصل عن طريق الفيديو كول. ما ننسى أيضا وزارة التربية والتعليم اللي قدمتها حق أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات اللي الامتحانات حاليا ما زالوا مستمرين، يعني في هذا الوقت ندعو لهم بالتوفيق ان شاء الله والنجاح.
هناك دور كبير وجبار. هذا يخفف أيضا التواجد والازدحام في جميع المؤسسات ووزارات الدولة، مما يعني ساعدنا في الابتعاد الاجتماعي ووعي الجمهور أكثر، فصاروا يعني ينجزون خدماتهم في منازلهم وفي بيوتهم. طبعا مملكة البحرين يعني أدارت هذه الأزمة إدارة بإشراف سيدي سمو ولي العهد الأمين، وصارت مملكة البحرين مثل ما قيل أنه يشار إليها بالبنان في المجتمع الدولي. طبعا هذاك يعني هذا الشيء راجع الى ايضا وعي المواطن اللي احنا نقدر نشكر ونثني عليه. نعم اكيد احنا نعول على وعي المواطن وعلى الرؤيه السديده لقيادتنا الرشيده. احنا اكيد مواصلين معك يعني سعاده العقيد، ولكن بعد ما نشوف مع مشاهدينا هذا التقرير اللي راح يسلط الضوء على العمل المتواصل للحراسات في تامين المؤسسات الحكوميه والهيئات في حمايه مؤسسات المملكه الحكوميه ومنشآتها الحيوية والمقار الدبلوماسية والعديد من مكتسبات الوطن. يقف رجالات وزارة الداخلية من الإدارة العامة للحراسات في مهامهم النبيلة بالحماية الأمنية بكوادر تعمل على تقديم الحراسات الأمنية بأعلى المستويات والدور البارز في تعزيز القدرات الأمنية للموارد البشرية العاملة للشركات الأمنية. وبعملها المستمر على مدار العام وخصوصا بالظروف الاستثنائية، تعمل كوادر الإدارة العامة للحراسات على صحة وسلامة العاملين والمراجعين للمؤسسات الحكومية من خلال قياس درجات الحرارة كإجراء احترازي عند دخول العاملين والمراجعين للمؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى الزيارات التفتيشية التي تقوم بها كوادر الإدارة العامة للحراسات على حراس الأمن التابعين للشركات الأمنية الخاصة. نقوم بدورنا بالمرور بالدوريات للتأكد من مدى انتباه الحرس والتأكد من المواقع التي توجد فيها عدد من المراجعين، للتأكد من تطبيق التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة، وذلك من خلال التأكد من ارتداء الكمامات وارتداء القفازات، ومن جانب آخر يتم قياس درجة الحرارة كاحتراز أولي للتأكد من درجة حرارة المراجعين، ومن جانب آخر يتم تسيير الدوريات المدنية المختصة بالتفتيش على الأفراد التابعين للشركات الأمنية، وذلك للتأكد من مدى إجراءاتهم الأولية. ونحث جميع المراجعين والمواطنين في الدوائر الحكومية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك لسلامتكم وسلامة الغير. وبالأوقات التي تشارف بها ساعات العمل بالمؤسسات والهيئات على نهايتها، وحتى ساعات الليل المتأخرة، لا توصد تلك المؤسسات أبوابها، وعليها رجال الحراسات الحافظين لأمنها وما عاهدوا الله عليه تجاه الوطن واستقراره. عودة لكم مشاهدينا، ولا زال حديثنا متواصل طبعا مع سعادة العقيد فيصل العرجاني، وعن طبعا إدارة الحراسات العامة. يعني تكلم أيضا عن تأمين المجمعات، تأمين المجمعات له يعني صلة أيضا بالسلامة العامة وبالتالي بإدارة اللي هي الدفاع المدني. يعني حدثنا شلون يتم التنسيق مع إدارة الدفاع طبعا المدني. في إطار تنفيذ توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وهناك متابعة مستمرة من لدن سيدي سعادة رئيس الأمن العام. هناك تنسيق وخطط وضعت من قبل جميع أجهزة وزارة الداخلية لتأمين مرتادي هذه المجمعات. خطط وضعت مسبقا وتم تنفيذها على أرض الواقع. هناك أيضا الفريق التطوعي اللي يعني نحب نشكره في هذا الصرح الإعلامي عندكم، نتقدم بجزيل الشكر، وجهوده جدا واضحة وعملهم ولا بغريبة على المجتمع البحريني أنه يتطوع لأجل البحرين. هناك أيضا الدفاع المدني، تفتيشات دورية على هذه المجمعات. أيضا ما ننسى دور شرطة خدمة المجتمع
اللي تقوم بدوريات ميدانية وزيارات مستمرة على هذه المجمعات. دور الإدارة العامة للحرسات ينصب على الإشراف على رجال الأمن المدنيين اللي احنا نطلق عليهم السكيورتي المتواجدين في هذه المجمعات ومدى تواجدهم والتزامهم بالتوصيات المطلوبة. نعم، يعني أيضا ساعة العقيد من ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للحراسات تكون عملية التدريب، وفي مدرسة تدريب للحراسات بالشراكة مع القطاع الخاص، لما نتكلم ونوضح عن دور هذه المدرسة. طبعا تقوم الإدارة العامة للحراسات متمثلة في مدرسة تدريب الحراسات بتدريب وتأهيل الكوادر الشركات الأمنية الخاصة اللي هم السكيورتية مثل ما تفضلنا سابقا، يكون تدريبهم تحت إشراف فريق أكاديمي متطور لكي يستحق أن يمسك هذه الحماية اللازمة للمنشآت والأرواح. طبعا فترة التدريب لا تقل عن 4 أسابيع تقريبا، يأخذون فيها العديد من الدورات، الإسعافات الأولية، أيضا الدفاع المدني والإطفاء الحريق، تنظيم الحركة المرورية، كيفية التعامل مع الجمهور، إدارة الأزمات، كثير من المواد العلمية، استخدام التفتيش واستخدام الأجهزة السلكية واللاسلكية، ومن ثم تصدر له رخصة أنه هو يحق أنه يزاول هذا العمل لتأمين الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى تسيير دوريات مستمرة على مواقع الحراس الأمن المدنيين في المجمعات التجارية، والتأكد من عملية تطبيق التوصيات اللي أرسلتها، التوصيات اللي وضعتها وزارة الصحة بلبس الكمامات والتأكد من الزوار في المجمع التجاري ولا سوبر ماركت ولا أي كان، التأكد من فحصه بالأجهزة الحرارية قبل دخوله إلى هذه المجمع. لا شك يعني سعادة العقيد يعني جهودكم واضحة، وتحديدا في هذه الفترة اللي احنا نمر فيها يعني جهود مضاعفة تقومون بها من أجل يعني إرساء الأمن والأمان في مملكتنا الغالية. العقيد فيصل محسن العرجاني مدير إدارة الحراسات العامة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا على حضورك معنا. مشاهدينا فاصل وراجعين. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. مشاهدينا ثروة الوطن الحقيقية يعني هي أبناء البحرين اللي يثبتون دائما بأنهم على قد المسؤولية بالتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. كل شخص منا خلال يعني التزامه بالإجراءات الصحية هو داعم للجهود الوطنية لمكافحة هذه الفيروس. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة بكرة في نفس الوقت. مع السلامة. فمان الله.